السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالووتر سبلاي سيستم. كنا شرحنا المرة اللي فاتت بعض المكونات اللي هي خاصة بالووتر سبلاي، زي اللي هي التنكات وزي المواسير، وعرفنا أنواع المواسير المختلفة والماتيريالز بتاعتها، واتعرفنا على التنكات والبوزيشنز بتاعتها والماتيريال برضو الخاص بالتنكات. وكنا وصلنا في الاخر اللي هي العزل الخاص بالمواسير، سواء كانت المواسير اللي هي السخنة او اللي هي خاصة بالهوت ووتر سيستم، او المواسير اللي هي خاصة بالمياه المسلجة اللي هي بتاعت درينكينج ووتر سبلاي او درينكينج تشيلد ووتر سبلاي اللي هي مياه الشرب المسلجة، او اللي هي بتستخدم برضو كذلك في كذلك الامر في بالنسبه للتكييف اللي هي برضو المياه المسلجه. وقلنا ان لازم المواسير دي هي تتعمل لها عزل، سواء كانت المواسير دي هي خاصه بخطوط المياه الساخنه او المياه المسلجه، نتيجه للتبادل الحراري اللي بيحصل بينها وبين الهواء الجوي المحيط بها، علشان خاطر ما يحصلش فقد للحراره او يحصل اكتساب للحراره في حاله اللي هي التشيلد ووتر من الهواء الجوي، وبالتالي كده انا بخسر فلوس وبدفع تكلفة زيادة. ده بجانب طبعا لو انا مش عامل بالنسبة للمياه المسلجة العزل الخاص بيها، بيحصل تكاثف للبخار بتاع الماء الموجود عندي في الهواء الجوي على المواسير، وده ممكن يسبب ليها الصدى طبعا لو كانت هي من ماتيريالز من انواع اللي هي المعادن او اللي هي الميتلز، ومش انواع اللي هي ايه البلاستيك زي البي بي ار وغيرها. وشوفنا مع بعض الجدول اللي هو خاص بالسيكنس بتاع العزل ده وفقا للقطر بتاع الماسورة نفسها، ووفقا لكمية او وفقا لدرجة حرارة الفلويد اللي هو بيعدي جوه الماسورة، وعلى اساسها بنحدد اللي هو ايه اللي هو السيكنس بتاع الانسوليشن اللي احنا بنحطه على الماسورة. وشوفنا بعض الفيديوهات التوضيحية اللي بتوضح لي التركيب الخاص بها. هنكمل برضو مع بعض المحاضرة ديت وان شاء الله المحاضرة القادمة باقي المكونات الخاصة بالووتر سبلاي سيستم. زي ما بقول لك كده في الكورس ده هنمشي بخطوات ثابتة. اول حاجة هندي انترودكشن خاصة بالسيستم ده نفسه، هندي الاوتلاين بتاعته، وبعد كده هندخل في التفاصيل الخاصة بالسيستم نفسه اللي هي مكونات بتاعت السيستم، وبعد كده هنعمل عملية تربيط ما بين اللي هي المكونات دهيت بحيث ان هي تنشئ لي في الاخر السيستم اللي هي هتديني الوظيفة اللي المطلوبة منه. يعني انا مثلا خلاص انا عرفت مثلا في الووتر سبلاي بايب، عرفت ان في تنكات، عرفت ان في فيتنج، عرفت ان في فالفز، هبدا اجمع الحاجات دي كلها بحيث ان انا في الاخر اطلع جملة مفيدة، اطلع ايه سيستم يفيدني ان انا ايه هغذي بيه اللي هي منظومة الووتر سبلاي او تغذية المياه جوه المبنى. نفس المنطق ده هنمشي بيه في كل الانظمة بعد كده. هعرف الاول الكومبوننت كلها بتاعت السيستم، بعد كده هعمل ترابط ما بين الكومبوننت دهيت عشان انشئ السيستم نفسه، والخطوه بعد كده اللي هي بتاليها اللي هي خطوه الديزاين، ازاي ان انا اعمل الديزاين او التصميم الخاص بالسيستم ده كل اجزائه. يعني تانك مثلا بالنسبه للووتر سبلاي، ازاي ان انا اعمل سايز للتانك، ازاي ان انا اوجد الابعاد بتاعته، التانك ده احطه على السطح ولا احطه في الارض ولا تحت الارض، المواسير هعمل ازاي بايب سايز بتاعتها، السخانات هوجد ازاي باور الخاص بيها، الطرمبات كذلك الامر، هوجد الفلو وهوجد الهيد وهوجد الباور، كل ما يخص اللي هو المنظومة بتاعتي يبقى لازم ابقى عارف اللي هي الخطوات اللي انا بستخدمها علشان خاطر اوجد الداتا بتاعت الديزاين الخاصة بالكومبوننت ده. لو اتكلمنا عن الفيتنج، فالفيتنج هي الوصلات اللي هي خاصة بالمواسير اللي بنستخدمها علشان خاطر نعمل تغيير للحركة بتاعت الفلو بتاع الفلويد اللي ماشي عندي في الماسورة. يعني مثلا وليكن انا بحرك مثلا الفلو، عايز اكبر الفلو ان هو يتحرك من شكل رأسي لشكل افقي، يبقى بروح بمستخدم مثلا اللي هو الكوع 90 اللي هو الالبو 90 درجة، فبقدر من خلال اللي هو الفيتنج ده ان انا احول الدايركشن بتاع حركة الفلو نفسه. انا محتاج مثلا برانش معين من رايزر او من ماسورة مين، تمام، سواء كان بنفس القطر او بقطر مختلف
قطر اصغر يبقى بستخدم اللي هو التي. تمام، عايز احرك الفلو حركة بزاوية 45 يبقى بروح مستخدم اللي هو الالبو 45 درجة. عايز اقلل القطر من قيمة للتانية عشان احافظ على السرعات داخل المواسير نفسها عشان المية ما يحصلهاش تراكم وترسيب جوه الماسورة، يبقى هنا بستخدم اللي هو الريديوسر. تمام، عايز اوصل ماسوره بماسوره يبقى بستخدم اللي هو ايه السوكت. يبقى دي كلها وصلات، الوصلات ده هي الهدف منها ان انا اخد برانش او ان انا اوجه او اغير اتجاه الفلو او ان انا بغير اللي هو القطر بتاع الماسوره نفسها من قطر للتاني عشان زي ما بقول لك كده احافظ على قيمه السرعات جوه المواسير وفقا للديماند بتاعي. ده مثلا اللي هو الكروس. تمام، ده بيبقى بقطر معين اللي هو الخط اللي انا بشاور عليه ده، والاتجاه اللي هو العمود عليه ده بيبقى بنفس القطر او بقطر مختلف. تمام، فبيبقى فيه كروس وفي ريديوسينج كروس. تمام، في اللي هو الانديكاب. الانديكاب ده اللي هي بنحطها في نهاية الماسورة اللي هي بنسميها الطبة. تمام، يبقى الانديكاب دي بتحط في نهايه الخط او نهايه الماسوره. في بيبقى عندي اللي هو البي بي ار يونيون. تمام، دي بتربط برضو ما بين ماسورتين. في عندي اللي هو الريديوسر البو، هنا بيبقى كوع 90 بس هنا بيغير القطر بتاعه وليكن مثلا من 1.25 بوصه مثلا ل 1 بوصه او غير الاقطار دهيت. انا بدي كمثال، دي اللي هي البايب كليب. البايب كليب دهيت هي زي سبورت كده بقدر ان انا اثبت فيه الماسوره وبعد كده ايه بيتثبت بمسمار مثلا في الحائط او غيره. بيبقى في عندي اللي هو الميل البو. تمام، بيبقى هنا كوع 90 وفي نفس الوقت بيبقى ليه كده زاويه كده ملحقه بيه بيتثبت من خلال الزاويه دهيت في الحيطه. تمام، والكوع ده نفسه هو كوع 90. تمام، ميل يبقى هنا اللي هو بنسميه وصله ذكر وفي هنا وصله اللي هي الفيميل. تمام، يبقى ده بتبقى خارج الجسم نفسه بتاع الالبو، ده بتبقى داخل الالبو نفسه. تمام، ده برضو نفس القصة بس من غير اللي هي الوصلة بتاعت التثبيت. تمام، في هنا اللي هي الميل ثرو سوكت وهنا في ميل ثرو سوكت، ده برضو هنا حاجة أشبه باليونيون برضو بتربط ما بين ماسورة والتانية. تمام، ده برضو نفس الوصلة دي بس دي في ميل. تمام، ده اللي هو التي. التي هنا متوصل بجسم معدني، يعني لو بغير مثلا هنا بتبص تلاقي عندك طريقه التوصيل نفسها بتاعه المواسير بتاعه البي بي ار. تمام، ممكن تتوصل بماده لاصقه او بتتوصل عن طريق اللحام، بيبقى فيه حاجه اسمها مكوه لحام خاصه بالمواسير بتاعه البي بي ار اللي هي بنسميها ميلتنج فيوجن. وبعد كده بيبقى فيه هنا نوع تاني من الوصلات اللي هي بتبقى وصلات ثريد. تمام، الوصلات الثريد دهيت لو عمل الثريد نفسه في جسم البلاستيك. تمام، فممكن مع اللف او مع عمليه الربط نفسها البلاستيك بيبقى شويه ضعيف ان هو تعمل فيه الثريدنج بتاعه او تعمل اللي هو الالاوز، فعلشان كده بيروح ايه عامل معاه جزء ملحق اللي هو بيبقى جسم معدني او جزء معدني اللي هو المقلوص، بحيث ان هو يدي نوع من المتانة في التوصيل نفسه وما يحصلش ايه عملية الليكج. تمام، دي كلها زي ما بقول كده وصلت بستخدمها في المواسير اللي هي الاشهر اللي احنا بنستخدمها في المنظومات بتاعة الووتر سبلاي سيستم اللي هي البي بي ار. والوصلات دي كلها زي ما بقول لك كده الهدف منها ان انا اربط ماسوره مع ماسوره او ان انا اغير قطر ماسوره او ان انا اخد منها برانش او ان انا اغير الاتجاه بتاع الفلو بتاعي من اتجاه لاخر. اكمالا للفيتنج برضو بيبقى هنا عندي اللي هو بي بي ار يونيون، هنا بيبقى بايب بلاج، هنا في حاجه اسمها باي باس او بلغه اللي هي الدرجه عند الفنيين اللي هي بيسموه الكرانك. الكرانك ده او اللي هي الوصله اللي هي بالكوبري او ايا كان بقى المسمى اللي هي بيسموه. تمام، فالباي باس دوت يبقى هنا لما بيجي يعدي ماسوره مع كروسنج مع ماسوره تانية يبقى بيستخدم الوصله دهيت عشان يتفاداها ما يحصلش فيه ما بينهم ايه تقاطع. ده برضو اللي هي الاوفر بريدج. تمام، دي اللي هي وصله خاصه بالشاور.
تمام. ده برضو اللي هو اليونيون تي، ده اللي هو اليونيون ادابتر، ده كلها وصلات برضو. هنا ده اللي هو الفلانج، تمام. الفلانج دهيت بتبقى عشان خاطر اربط خط مع خط مع الاكتر طبعا الكبيره، تمام. هنا بيبقى عندي كمان من ضمن الحاجات بتاعت البي بي ار الفالفز نفسها، ممكن تبقى الفالف نفسها من ماده البي بي ار. فده اللي هو اليونيون بول فالف، ده اللي هو الفلتر فالف، ده اللي هو البلاستيك بول فالف، ده اللي هو البراس بول فالف، بي بي ار بول فالف. يبقى دي كلها فالفز خاصه بالبي بي ار. ده ستوب فالف، ده كونسيلد فالف. كونسيلد ده فالف ده هناخده بالتفصيل في السلايدات اللي جايه. ده بنستخدم في اللي هو الخط الرئيسي او الصمام الرئيسي في الحمام، تمام. ده بيبقى ريسيزد، تمام. ده بيبقى مدفون في الحيطه وظهر بس معايا اللي هو ايه الاوكرا بتاعته او اليد او الهاند ويل بتاعته، بحيث ان احنا لو بعمل صيانه في الحمام بقفل الفالف ده، وبالتالي اقدر ان انا اعمل الصيانه اللي انا عايزها وبعد كده برجع افتحه مره تانية. وده اللي هو ايه اللي هي الصمامات الباليه اللي احنا عارفينها، تمام. يبقى الصمام السكينه، يبقى هنا الصمام ده من اليد دي تقدر تفتح او تقفل الخط بتاعك زي ما انت عايز. من ضمن الكومبوننت اللي هي خاصه بالووتر سبلاي سيستم، احنا كل ده بنتكلم فيه اللي هي الفالفز. اتكلمنا عن الفيتنج، هندخل في الفالفز اللي هي خاصه بالووتر سبلاي سيستم. فاول حاجه تقابلنا اللي هي ايه، اللي هي الووتر ميتر. الووتر ميتر او اللي هو العداد بتاع الميه، كلنا بنشوفه عندنا في البيت، بنلاقي عندنا اللي هو العداد دوت، وبيبقى مكتوب عليه قراءه. القراءه ده هي بتحسب الكميات اللي انت استهلكتها من الميه باللتر، تمام. بحيث ان او بالمتر مكعب، بتشوف في الاخر اخر الشهر المفروض المحاسب او المحصل بيشوف القراءه دي قد ايه، فبيحاسبك على الكميات الميه اللي انت استهلكتها. يبقى هنا بيستخدم في ايه، يبقى record water consumption for revenue billing and other purposes. يبقى بيستخدم علشان خاطر بيحط لك اللي هي الفواتير بتاعت المحاسبه وغيرها. التوصيل الستاندرد الخاص بالعداد نفسه، تمام. المفروض ان هو بيبقى عندي في جيت فالف، وبعد كده بيتوصل للعداد، ومن بعديه بيحط جيت فالف تاني، وما بينهم بيحط حاجه اسمها باي باس، علشان خاطر لو حصل مشكله في العداد ده يبقى هنا بيفتح الباي باس يعدي الميه وبيصلح العداد وبيرجع يركبه مره تانية. ده اللي هو الحاجه الستاندرد اللي هي موجوده عندي في الناشونال ستاندرد بلامين كود او الان اس بي سي شابتر 10، تمام. ده اللي هي التوصيف الستاندرد الخاص بالووتر ميتر. طبعا في مصر ممكن ما تلاقيش الكلام ده اصلا، هو مجرد بس ان هو حاطط جيت فالف قبل الووتر ميتر، ومن بعده ما بيحطش اي حاجه، ومش بيحط اصلا باي باس، تمام. مش عارف ليه، يعني هو تخوفا ان الناس تفتح الباي باس ده مثلا وتفصل العداد، ما اعرفش، تمام. زي ما بقول لك كده، في مصر يعني اللي انا بشوفه اللي هو بيحط جيت فالف وبعد كده العداد وخلاص على كده. لكن التوصيف الصح والمظبوط واللي احنا بنطلعه برضو في الرسم، ان احنا بنحط جيت فالف وبعد كده الووتر ميتر، ومن بعدها اللي هو الجيت فالف تاني، وبنحط بعد كده باي باس. في بعض المدارس التانية او بعض الاكواد التانية بيتطلب وجود سترينر في البداية قبل اللي هو العداد، بحيث ان لو في شوائب في المية اللي هي داخلة عندي من خط البلدية ما يبدأش هنا يأثر على العداد، لان مع كتر الرواسب دهيت هيبدأ هنا العداد ده نفسه يعلق، وبالتالي بعد كده هتبص تلاقي ان هو مش بيقرأ معاك او ان هو محتاج لعملية الصيانة. تعال نشوف كده فيديو سريع يوضح لنا اللي هي الووتر ميتر دهيت ازاي بيتصنع والمكونات والاجزاء بتاعته. Для того, чтобы платить только за свою воду, люди и ставят себе квартирные счетчики. Прибор состоит из двух независимых частей. Первое – корпус. Позже он будет установлен в трубу. Сквозь него так и будет течь вода. Это крыльчатка. Шеф المروحه دي هي دي اللي بتلف. عن طريق لينكات معينه بيلفف معاها اللي هي الاقراص بتاعت ايه العداد. Работа ювелирная. Здесь главное барабан. Шеф دي مجموعة التروس اللي هي بتلفف معاها اللي هي البكرة بتاعت القراءة.
циферблаты еще намотают свои килолитры. Все очень просто. Посмотрите, когда стрелка на циферблате дает полный круг, на счетном барабанчике появляется первая цифра. Один литр воды. Две абсолютно герметичные части счетчика готовы. Но как информация из нижней передается к верхней? В нижнем кругляше установлен магнит. Поток воды поворачивает крыльчатку. فلما تدخل المية بتلف اللي هي الجسم الدوار ده فيلف معاه اللي هي مجموعة التروس ومنها بيدي لك اللي هي القراءة بتاعة العدد В результате весь механизм приходит в движение. Благодаря такому экранирующему кольцу навести магнитную порчу на прибор не получится. Ну а здесь, на проливочном стенде, устройства подвергают особой проверке на точность. Через каждый прибор проходит 200 литров жидкости. Устройства не должны сбиться со счета. Желтым отмечены неточные водомеры. Значит, пластмассовые шестеренки этих бедолаг не встали на свои места. Их просто пересоберут. Остальные приборы работают точно как часы. Их пломбируют. И отправляют в квартиры خلاص بيقفل عليه بقى ويحط الافيس بتاعه وخلاص صناعه جميله بصراحه العدادات ده اللي هو العداد الرقمي اللي هو العداد اللي هو العادي تمام اللي هو بيبقى فيه بيتحرك عن طريق اجزاء ميكانيكيه يبقى ده اللي هو الميكانيكال تايب لكن في عدادات تانية بتبقى ديجيتال يبقى هنا بتبقى الكترونيه تمام عن طريق اللي هي البلسيشن نفس المروحه هي بس هنا بيبقى حاطط زي سنسور تمام السنسور ده بيحسب عدد اللفات بتاعته وعن طريقها بيدي على طول ارقام ديجيتال وبيدي لك قيمه الاستهلاك بشكل ايه ديجيتال طبعا في البلاد يعني شويه المتقدمه زي مثلا الامارات زي قطر وغيرها بيروح ايه يبقى هنا العدادات نفسها كلها بتبقى ديجيتال ما فيش اللي هو الميكانيكال ده وكلها بتبقى متوصله على سيستم بي ام اس في الاخر بيدي لك على لوحه معينه القراءات مثلا بتاعه الوحده الفلانيه القراءه بتاعه الوحده الثانيه بيتسهل عمليه التحصيل نفسها والفوتره اللي هي خاصه بعمليه الاستهلاك بتاعه المياه مش بس ان العداد ممكن يبقى فوق الارض لكن ممكن يبقى تحت الارض تمام يبقى هنا ممكن يبقى محطوط في غرفه تحت الارض وبنفس التوصيلات هي ادي اللي هو الخط المين او الرئيسي اللي جاي من البلديه وبعد كده بنحط اللي هو الكوربريشن كوك اللي هو الفالف العزل ده وبعد كده الخط ده داخل على انجل فالف ومنها بعد كده على الووتر ميتر ومنها بعد كده بيروح على البروبيرتي او بيروح على السيرفيس بيلدينج تمام وبنركب ما بين الاثنين حاجه اسمها ادابتر عشان خاطر لو انا بغير الماتيريال نفسها بيروح مركب اللي هو الادابتر ده بحيث ان هو يقدر يحول من ماتيريال او يعمل ترابط ما بين ماتيريال والتانيه تمام وبيبقى فيه هنا اكسس كفر تمام بتقدر تشيل الكفر ده وتاكسس العداد تاخد القراءه منه ولو في مشكله بتقدر انك تعمل له عمليه الصيانه الخاصه بيه من ضمن الفالفز اللي هي برضو خاصة بالووتر سبلاي سيستم بس هنا الفالف ده اللي هو بنسميه الباك فلو بريفنتر اللي خد معنا الكورس بتاع الفاير زمان والفيديوهات اللي هي موجودة على اليوتيوب هتلاقي الفالف ده شرحناه بالتفصيل قلنا ان الفالف ده هو عبارة عن وسيلة لمنع ارتداد المياه من اللي هي المبنى للشبكة الخارجية او الشبكة اللي هي بتاعت المونسيبيليتي تمام الفالف ده بيتكون من ايه بيتكون من حاجتين بيتكون من اتنين جيت واتنين تشيك تمام يبقى هنا بيبقى عبارة عن صمامين عدم رجوع وبيبقى في صمامين عزل قبل وبعد اللي هو ايه صمامات عدم الرجوع وبيبقى في هنا نقط خاصة بالتستنج تمام والباك فلو بريفنتر ده يبقى هنا بيقولك بريفنت ووتر ويزن ا بيلدينج فروم فلوينج باك انتو ذا بابليك ووتر مين ويتش وود otherwise contaminate the public water supply طيب باختصار كده النوع ده من الفالفز او النوع ده من الصمامات بستخدمه امتى يبقى بستخدمه في حالة التخوف ان ممكن يحصل ارتداد عكسي للمياه من المبنى ده وتكون محملة بcontamination او محملة بملوثات ان هي ممكن تلوث اللي هي الشبكة الخارجية
طيب ده امتى ممكن استخدمها؟ يبقى بستخدمها ممكن مع اللي هي التغذية الخاصة بالمعامل، تمام؟ يبقى معامل بتستخدم مواد كيميائية، بتستخدم مواد مشعة، ايا كان بقى المواد اللي هي بيستخدمها المعمل ده، مواد مثلا ممكن يبقى معمل زي مثلا المختبرات وحاجات زي كده اللي هي بتعمل تحاليل للدم، ممكن ينقل الفيروسات ولا حاجة بالنتيجة اللي هو الانعكاس بتاع الفلو. فيفضل دايما ان انا احط اللي هو الباك فلو بريفنتر على دخلة التغذية بتاعت المياه للنوع ده من الابليكيشن. كذلك الامر لو انا عندي مثلا مبنى صغير محتاج لكميات مياه صغيرة اللي هي بتستخدم في الفاير سيستم، طبعا الفاير سيستم ممكن يقعد فترات طويلة ما يشتغلش نتيجة ان ما فيش حريق مثلا في المبنى ده، فنتيجة لكده بيحصل تكون للصدأ والتكون لطحالب مثلا او اي رواسب موجود عندي في الشبكة، فممكن يحصل ارتداد عكسي من الشبكة نفسها بتاعت الحريق لي اللي هي الشبكة الخارجية بتاعت المية لو انا طبعا ايه موصل مباشر على ايه على المونسيبيليتي ووتر. فبروح مركب اللي هو الباك فلو بريفنتر ده حماية لمين؟ مش للمبنى، لا، يبقى حماية للشبكة الخارجية بتاعت ايه بتاعت المية اللي هي موجودة عندي في الخارج عشان ما يحصلهاش تلوث من اللي هي شبكة المبنى نفسه. الانواع بتاعته اللي هو دبل تشيك فالف ريديوسد بريشر زون. بعض الملاحظات قال لك هنا ماست ادهير تو هيلث ديبارتمنت ريكويرمنت، يبقى هنا بيبقى الزامي او بيتطلب من خلال اللي هي المنظمه بتاعه الصحه او متطلبات الصحه العامه. هيتد لايتد انكلوجر، يبقى بيتحط في مكان بيبقى اكسسبل، بيبقى معرض مش معرض للتجمد، وفي نفس الوقت بيبقى لايتد يعني ايه بيبقى فيه اناره علشان خاطر لو انا بعمل صيانه او اختبار للفالف ده اقدر بشكل سهل ويسير ان انا اقدر اعمل اللي هو التحكم في الفالف ده او الصيانه بشكل كامل. بعد كده بعد الباك فلو بريفنتر في عندي حاجة اسمها BRV او بريشر ريديوسينج فالف، يبقى من اسمه كده ان هو بيعمل عملية تقليل للضغط، تمام؟ يبقى بريشر ريديوسينج فالف يبقى هو صمام بيتحكم في مين؟ في الضغط بتاع المياه. المفروض كودد وفقا لي اللي هو الكود بتاع الاي بي سي او الانترناشنال بلامينج كود، قال لك ان في حاله ان زاد الضغط بتاع المياه عن 80 بي اس اي اللي هو ايه اللي هو الخط اللي هيغذي مين الفيكسشر في الدور نفسه، لو زاد عن 80 بي اس اي الزم تركيب ايه البي ار في. يبقى انت بركب بي ار في، يبقى بركبه في حاله اذا كان عندي الخط اللي هو هيوصل للاجهزه يزيد عن كام؟ يزيد عن 80 بي اس اي او يزيد عن 5.5 بار. طيب القصه دي ليه انا راكب بي ار في او ليه ان انا ما زودتش عن 80 بي اس اي؟ قال لك ان انت لما بتزيد عن القيمه دهيت نتيجه لكده بيحصل تاثير على اللي هي الاجهزه الصحيه نفسها، هتسبب تسريبات، هتبص تلاقي عندك اللي هي الوصلات نفسها اللي هي الاكواع، هتلاقي عندك الوصلات اللي هي ما بين الماسوره والثانيه، الوصلات اللي هي خاصه بالميكسر مثلا، الخلاطات اللي هي بتاعه الحوض كلها هتضرب. يعني هتضرب يعني هتبص لا في تسريبات حصلت كبيره جدا نتيجه ان انت استخدمت بريشر عالي جدا اثر على اللي هي الاجهزه ديت، اثر على الوصلات اللي عندك، وبالتالي هنا هيبقى في هدر كبير للميه والاجهزه دي باستمرار هتعوز ايه هتعوز صيانه. طيب البي ار في دهوت ادي اهو شكله كتركيبه في الواقع، بيبقى هنا عندي مثلا العداد، بيبقى هنا في اللي هو البي ار في، تمام؟ البي ار في نفسه ده في منه نوعين، في نوع اللي هو بيبقى عن طريق اللي هو الادجستنج سكرو اللي هو بيبقى حاجه ميكانيكال، تمام؟ عن طريق الالوس ده او عن طريق المسمار ده بتعمل ادجستنج لقيمه الضغط اللي انت محتاجها بالنسبه للبي ار في ده، ان هو بيخفض لك مثلا من 100 مثلا لكام للضغط اللي انت محتاجه، تمام؟ عند الاجهزه، تمام؟ بحيث ان هو يبقى اقل من 80 بي اس اي. وفي نوع تاني بيبقى بايلوت، تمام؟ يبقى في نوع تاني بيبقى ايه بنسميه بايلوت بي ار في او بايلوت بريشر ريديوسنج ايه فالف. تعال نشوف النوع اللي هو المتداول ده اللي هو عن طريق اللي هو الادجستنج سكرو ده، هتلاقي الكومبوننت بتاعته زي ما انت شايف كده اللي هو الالوز نفسه اللي بتحكم فيه الكميه بتاعه الضغط اللي انا عايز اخرجها من الفالف ده، في بيبقى هنا اللوك نوت،
تمام، دي اللي هي بتبقى صامولة ربط. بعد كده بيبقى فيه اللي هو لوك سيل، بعد كده بيبقى فيه حاجة اسمها سبرينج ووشر، وفي اللي هو العنصر الفعال اللي عندي في الصمام ده اللي هو السبرينج نفسه اللي هي السوستة. كل ما انت عمال تربط باللي هي الالووز ده وعمال انت ترفع في الستيم ده يبقى او تنزل في الستيم ده، كل ما الضغط بتاع السوستة بيزيد، وبالتالي لما انت بتضغط اكتر على السوستة كل ما عملت تقليل لقيمة الضغط اللي هي هتخرج من الفالف نفسه. فهنا عندك الدخل وده ايه الخارج. يعني مثلا على الوضع ده وليكن هيبقى اللي داخل عندي مثلا 100 بي اس اي، اللي هيخرج من هنا 80. جيت انا رحت رابط على الصامولة دهيت او رحت رابط على المسمار ده، فالستيفنس او اللي هي السوستة نفسها حصل لها انضغاط. هتضغط على مين؟ هتضغط على الكرسي اللي تحت اللي هو الديسك ده، وبالتالي هنا تقلل الضغط عندك من 100 مثلا ل 50 وهكذا. يبقى هنا بتبص عندك الصمام بتاع البي ار في ده يبقى بيشتغل بايه، بشكل ميكانيكال، بشكل ميكانيكال كامل. بتقدر تعمل ادجاستنج ليه او تعمل تظبيط ليه او ريجلاش الخاص بيه عن طريق اللي هو النط بتاعته، وعن طريق اللي هي المسمار اللي موجود فيه، انك بتزود اللي هي الانضغاط بتاع السوستة او له، فبتتحكم في قيمة الضغط اللي بتخرج من البي ار في. وتاني بنأكد ان احنا بنستخدمه في حالة اذا كان عندي الخط اللي هي بيغذي الفيكسشر في الدور نفسه، تمام، بيزيد عن كم؟ يزيد عن 80 بي اس اي. بتبص تلاقي عندك برضو اللي هو من ضمن الصمامات اللي احنا بنستخدمها في الووتر سبلاي سيستم اللي هو الجلوب فالف. الجلوب فالف ده زي ما انت شايف كده اللي هو الفالف اللي احنا يمكن درسناه زمان جدا في الميكانيكال، في قسم الميكانيكا في هندسة، فهتلاقي عندك اللي هو الشكل بتاع الجلوب فالف اهو، وده سيكشن خاص بالجلوب فالف. ايه هي مكوناته؟ يبقى هتلاقي عندك المكونات بتاعته عبارة عن هاند ويل، يبقى اليد نفسها بتاعت الفالف. بيبقى هنا في حاجة اسمها ستافينج بوكس، تمام، الستافينج بوكس ده بيبقى هنا في جاسكت، تمام، وبيبقى في عندك اربع مسامير او مسمارين على حسب الـ او ممكن يبقى صامولة بالشكل ده، تمام. بتضغط على الجاسكت ده بحيث ان هو يمنع تسريب المياه من الجسم نفسه بتاع الفالف. هنا بيبقى فيه الستيم اللي هو العمود نفسه بتاع الفالف، هنا بيبقى فيه اللي هو البونت، البونت ده اللي هو الوش نفسه بتاع الصمام، وده اللي هو الجسم نفسه بتاع الصمام بيبقى مصنوع من الكبر، وفي بيبقى بالنسبة للأقطار الكبيرة بيبقى مصنوع من الكاست ايرن، تمام، بيتسبك. وبعد كده بيبقى في عندي اللي هي القاعدة دهيت، والقاعدة دي ثابتة على اللي هي الكرسي نفسه بتاع الجسم اللي هي مسبوك، تمام، والمية بتدخل من هنا وبتخرج من هنا. فانت الفالف ده خلاص في الوضع ده مقفول. لما تيجي تحرك الهاند ويل دهيت يبقى هنا بتحرك عندك الستيم ده لفوق، فالستيم ده راكب مع السيت كحاجة واحدة يعتبر، تمام، وبعد كده بيروح سحب مع القاعدة دهيت، فبيسمح للمية ان هي تمر. يبقى ده نوع من انواع الفالفز اللي احنا ايه بنستخدمها اللي هو الجلوب فالف. الجلوب فالف دهيت بنستخدمها فين؟ يبقى بنستخدمها كجزء من اجزاء حاجة اسمها بالانس فالف، هنتكلم عليها في السلايدات اللي جاية. ده النوع تاني من انواع الجلوب فالف. يبقى ده شكل من اشكال الجلوب فالف. في شكل تاني من اشكال الجلوب فالف، تمام، برضو هو جلوب فالف، بس هنا ده بنسميه صمام زاوية، تمام. يبقى هو بيندرج تحت مسمى كبير جدا اللي هو الجلوب فالف، لكن تحته اللي هو ايه بنسميه الانجل فالف او اللي هي الصمام بتاع الزاوية. وده من اشهر الصمامات اللي احنا بنستخدمها دايما في البلامنج او في الووتر سبلاي. في هتشوفها فين؟ يبقى هتشوفها عندك جنب قاعدة الحمام، يبقى على اليمين اللي هي خاصة بي اللي هي الصندوق الطرد او خاصة بي اللي هي الشطاف بتاع الدبليو سي. هتلاقيه تحت الاحواض، تمام، بنستخدمه عشان خاطر الصيانة. هتلاقيه في واحد للبارد واحد للسخن، تمام، لان ممكن بتلاقي بعد فترات كده اللي نفسه او اللي هي الفليكسبل بايب او فليكسبل بايب اللي هي خاصة بالحوض نفسه بعد فترة بيحصل ان هي بتنشف ويحصل فيها تشققات وتليك بعد فترة، فبتضطر انك تغيرها. فبدل ما تقفل الحمام كله، لا، انا بروح اقفل اللي هي الصمامات دهيت وبقدر اغير اللي واعمل الصيانة اللي انا محتاجها، وبعد كده برجع ايه افتحها مرة تانية.
فده يعتبر جلوف فالف بس من نوع ايه؟ من نوع اللي هو الزاوية. في نوع تاني من الجلوف فالف اللي هو بنسميه الوول كونسيلد فالف. الوول كونسيلد فالف بيبقى من اسمه كده ان هو بيبقى فالف بس مستخبي جوه الحيطة. تمام؟ بتشوف عندك فين في الحمام برضو على الدخلة الرئيسية. لو عندك طبعا الحمام ده مفهوش فول سيلينج. تمام؟ فبتضطر ان المواسير نفسها تبقى مدفونة جوه الحيطة. تمام؟ فبالتالي هنا بنستخدم اللي هو الصمام المدفون. اللي بيبقى ظاهر عندي بس اللي هو ايه؟ اليد بتاعته والوش ده. لكن الجسم نفسه بيبقى مدفون جوه ايه؟ جوه الحيطة. فده بنسميه اللي هو ايه؟ الوول كونسيلد فالف اند ريكوارد ات تويلت ووتر انلت. يبقى بنستخدمه عند الدخلة الرئيسية بتاعت ايه؟ بتاعت الحمام او الكيتشن او غيره. وامتى بستخدمها؟ زي ما بقول كده، لو ما فيش فول سيلينج، لو ما فيش سقف صوت في الحمام نفسه. لان لو في سقف صوت يبقى ساعتها المواسير كلها بتتحرك فين؟ يبقى بتتحرك في السقف، وبالتالي بنحط الجيت فالف او الصمامات بتاعه العزل كلها في السقف، وبعمل لها اكسس بانل بحيث ان انا من خلال الاكسس بانل ديت اقدر ان انا ايه اتحكم في الفالف ديت، اقفلها او افتحها او غيرها. في نوع تاني من الجيت فالف اللي هو الجيت فالف الكبير. ده الحاجة يعني البودي بتاعتها بتبقى الكبيرة بالشكل ده، اللي هي بنستخدمها في البامب روم. تمام؟ بتبقى الاقطار الكبيرة اللي هي اكتر من 2 بوصة. تمام؟ ممكن بتلاقي الماتيريال بتاعتها بتبقى كاست اير وبتبقى فلانجد. طيب الفالفز دايما او الوصلات دايما بتبقى لحد 2 بوصة، بتبقى ثريد. اكتر من 2 بوصة يبقى هنا بتبقى ايه؟ بتبقى فلانجد. بتبقى ايه؟ بتبقى عن طريق وصلات اللي هي ايه؟ الفلانجد. ده برضو اللي هو الجيت فالف ده بيدي لك هنا اللي هي الشكل بتاعه. يبقى كل الكلامنا عنه اللي في الفالفز اللي هي فاتت دي اسمها جلوف فالف، لكن ده اسمه صمام بوابة. الصمام بوابة في منه حاجات كبيرة وفي منه حاجات تانية صغيرة هنشوفها بإذن الله في اللي هي السلايدات اللي جاية. برضو هنا الصمام البوابة هتلاقي نفس يعتبر المكونات بتاعت الجلوف فالف، ما عدا ان هنا مفيش قصة اللي هي الانحناء اللي هو في الجلوف فالف ده. يعني تحس الجلوف فالف ده الفلو نفسه بياخد ايه؟ بياخد زاوية. بتلاقيه ان هو بياخد حركة موجة كده في التحرك بتاعه. لكن في الجيت فالف بتلاقي عندك الحركة بتاعت الفلو نفسها على خط مستقيم. كانوا زمان في الميكانيكا بيسموه اللي هو ايه؟ صمام الجزرة. تمام؟ الصمام الجزرة دوت او اللي هو الجيت فالف ده بتلاقي عندك الفلو على خط مستقيم، هنا الدخل هنا الخارج، عن طريق اللي هو الجيت دهيت او البوابة دهيت اللي هي مرتبطة بالستيم ده. اول ما تحرك الهاندويل بتاعتك بيروح ساحب الستيم معاه، وبالتالي بيروح ساحب الجيت، فبيسمح للفلو ان هو ايه؟ ان هو يتحرك. شوية بيبقى الجيت فالف ده اما ان هو مقفول او مفتوح. يبقى هنا مفيش قصة اللي هي مفتوح بنسبة كذا، لكن الجلوف فالف لا، هو فيه نسب. تمام؟ ممكن يبقى ربع مفتوح او نص مفتوح او تلات اربع او مفتوح بالكامل. فده ده يمكن اللي هو الفرق ما بين الجلوب وما بين ايه؟ ما بين الجيت. الجيت فالف قال لك ان هو ريكوايرد ات مين بايب اند بامب روم. يبقى هنا بيستخدم على المواسير الرئيسيه، وبيستخدم على اللي هي الايه؟ البامب روم او اللي هي في الغرف بتاعه الطرمبات، وبيستخدم برضو على الدخلات الرئيسيه بتاعت ايه؟ بتاعت الحمامات. وده في حاله اذا كان عندي المواسير نفسها موجود عندي في السقف الساقط، فبستخدم اللي هو الجيت فالف ده. تمام؟ ان انا اقدر اتحكم في المايه دهيت اذا كانت تدخل الى الحمام او لا، اثناء مثلا عمليات الصيانه وغيرها. في من ضمن الصمامات التانية اللي هي صمام الفراشه او اللي هو بنسميه الباترفلاي فالف. صمام الفراشه هنا بيبقى ريكوايرد ات مين بايب اند بامب روم. يمكن هو اكتر استخدام في اللي هي البامب روم الخاصه بالووتر فيتشرز اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في جزء من الاجزاء بتاعه الكورس. الووتر فيتشرز اللي هي بتشتمل على الحمامات السباحه، النوافير، الريفرز المختلفه، الليكس. تمام؟ فبتلاقي عندك الصمام الفراشه شويه بيبقى سهل في الاستخدام عن الجيت فالف. تمام؟ بتروح ساحب معاك اللي هو اليد ديت. تمام؟ بتسحب اليد دهيت وتقدر تلفها، تلف الفالف نفسه، فتلاقي عندك القرص ده، شايف القرص اللي في النص ده؟ ده بيبقى ثابت على عمود، فبتلاقيه بيلف مع حركة الهاندويل نفسها، فبيبقى مقفول او ايه؟ او مفتوح.
لما بتشوف الفولف ده يعني اعرف ازاي الفولف ده نفسه مقفول او مفتوح، يبقى بتشوفه مع موازي للماسورة نفسها ولا عمود عليها. طيب لو موازي الخط بتاع الماسورة نفسه، تمام، الهاند ويل ده هي لو موازي الخط الماسورة، يبقى هنا الفولف ده مفتوح، يعني ده اهو الفولف ده مفتوح. طب الفولف ده هتلاقيه عمودي على مين؟ على اللي هي الـ الخط بتاع الماسوره نفسه، وبالتالي هنا الفالف ده يعتبر ايه؟ مقفول. تمام، يبقى بمجرد النظر ببقى عارف اذا كان الفالف ده ايه، مقفول او مفتوح، وبالتالي زي ما بقول لك كده بيبقى برضو اسهل في الاستخدام عن ايه، عن الصمامات التانية. ده اللي هو بنسميه البالانس او مجموعة البالانس فالف، دي من اشهر الصمامات اللي بيتم استخدامها في حالة السخانات المركزية. يبقى في حالة السنترال ووتر هيتر، اي حد بيصمم السنترال ووتر هيتر عارف اللي هو مجموعة الفالف ديت اللي هي بنسميها البالانس ايه، البالانس فالف. طيب البالانس فالف دي بنستخدمها في ايه؟ يبقى هنا بتستخدم for adjusting hot water return flow rate to force hot water return from farthest point. يعني الكلام ده في الأنظمة اللي هي المركزية أو أنظمة السخانات المركزية دايما بيبقى عندي ثلاث خطوط، الخط بتاع الكولد والخط بتاع الهوت، وده اللي احنا عارفينه اللي هو بيغذي كيتشن، بيغذي تويلت، تمام، بيغذي أي جهاز صحي. ولازم أعمل حاجة تانية اللي هي بنسميها خط الراجع بتاع بتاع السخن اللي هو الهوت ووتر ريتيرن. ايه الهوت ووتر ريتيرن ده؟ الهوت ووتر ريتيرن هو عبارة عن خط بيبقى بيعمل انعكاس لحركة الفلو بتاعت الهوت، بيرجعه مرة تانية لمين؟ ليه اللي هو السخان. طيب ليه هو بيعمل الحركة ديت؟ ليه هو بيعمل الهوت ووتر ريتيرن؟ قالك علشان خاطر يحافظ باستمرار على ان المية تفضل سخنة في اللي هو المواسير. لان انت ببساطة كده لو حصل ان انت مش موفر اللي هو الهوت ووتر ريتيرن، هتبص تلاقي ان انت بتحتاج فترات طويلة جدا علشان تنتظر المية السخنة ان هي توصل لك. وبالتالي هنا لو انا مثلا عندي مبنى عدد ادواره كبير او المساحة بتاعته كبيرة، هتلاقي ان انا عشان خاطر اوصل من اللي هو المية السخنة، توصل المية السخنة من اللي هو السخان السنترال بتاعي لي وليكن حوض على بعد 100 متر، بتحتاج مثلا في حدود وليكن مثلا، يعني انا بدي كمثال مش رقم دقيق، 10 دقايق. يبقى تخيل انت واقف عند الحوض 10 دقايق بس علشان خاطر تنتظر ان المية تبدأ تسخن معك. طيب فعلشان كده ابتكروا اللي هي قصة الهوت ووتر ريتيرن، علشان خاطر باستمرار تحافظ على ان المية السخنة تفضل موجودة عند فين؟ في المواسير. طيب ايه هي المجموعة بتاعت البالانس فالف دهيت؟ هي عبارة عن ثلاث صمامات اللي هي بالترتيب، تمام، بالترتيب بتاعي اللي هو جيت وتشيك وجلوب. يبقى هنا بالترتيب بتاعي من ناحية اللي هي الرايزر، او لو انت عايز تعكسها من ناحية اللي هي المأخذ نفسه من الهوت ووتر، يبقى جلوب وتشيك وجيت. تمام، دي الاشكال بتاعت الصمامات اللي هي الجيت فالف اهو، ممكن يبقى فلانجد، ممكن يبقى ثريدد. زي ما قلت لك كده الفلانجد دي بنستخدمها في حالة اذا كان عندي المقاس نفسه بتاع الماسورة او المقاس نفسه بتاع الصمام اكتر من 2 بوصة. ده اللي هو الجلوب فالف، ده اللي هو التشيك ايه، التشيك فالف اللي هو صمام عدم الرجوع. بشكل اوضح تعالى نبين الفكرة بتاعتنا اللي هي خط الهوت ووتر ريتيرن. ادي عندي شبكة بسيطة جدا مكونة من 3 ادوار، ادي عندي اللي هو السخان المركزي، وبعد كده بعمل تغذية للمياه وليكن من تانك علوي اللي هو كولد ووتر، بيغذي الاجهزة الصحية الموجودة عندي، ومن السخان اللي هو المركز الموجود ده بيغذي برضو الأجهزة الصحية اللي هي موجودة عندي في الثلاث أدوار. طيب لو حصل زي ما أقولك أن أنا مثلا في الدور الثالث وادي السخان موجود عندي في الدور الأرضي، زي ما بقولك كده هنتظر فترات طويلة جدا عند الفيكتشر عشان خاطر يحصل أن المية السخنة تبدأ توصل لي، لو أنا مش عامل خط اللي هو الهوت ووتر ريتيرن اللي هو لونه إيه؟ لونه أخضر ده. طيب المية نفسها يعتبر رجل كسول، او بنعبر عنه على ان هو ايه، رجل كسول. يعني ايه رجل كسول؟ يعني بيشوف اقرب مسار ليه ويبدأ يتحرك فيه. بمعنى اوضح ان انت
عندك على الثلاث خطوط اللي هي الهوت ووتر ريتيرن، في اللي هو خط قريب من اللي هو الجهاز نفسه او قريب من اللي هو السخان المركزي، وفي خط تاني بيبقى بعيد عن السخان المركزي. لو حصل ان انت مش مركب وسيلة للتحكم في كمية الفلو اللي هتخرج من كل خط من الخطوط دهيت، هتبص تلاقي المية بيحصل ليها ارتداد من اقرب نقطة ليه من السخان وترجع مرة تانية للسخان، ومش هتيجي من الادوار اللي فوق، وبالتالي انا كده ما عملتش اي حاجة. هتبص تلاقي برضو ان انا بنتظر فترات طويلة جدا عند اللي هي الاجهزة البعيدة عن السخان المركزي علشان خاطر المية السخنة توصل. طيب ايه الحل بتاع القصه دهيت؟ الحل ان انا لازم اروح مركب على كل خط من الخطوط دهيت اللي هو ايه، الصمام بتاع الموازنه. يعني ايه الصمام بتاع الموازنه؟ يجي عند الخطوط القريبه دهيت يروح قافل الفالف، يفتحه مثلا وليكن يفتح ربع فتحه، يجي عند الخط الابعد شويه يروح فتحه نص فتحه، يجي عند الدور البعيد خالص او الاجهزه البعيده خالص يروح ايه فتحها بالكامل، وبالتالي بيجبر الفلو ان هو يوصل للي هي ايه الاجهزه الابعد عن السخان، وبالتالي بيحافظ على ان الميه السخنه تبقى موجوده عندي لابعد نقطه موجوده عندي في المبنى. هي دي الفكره باختصار، احاول يعني بقدر الامكان ان انا ايه اوصلها لك بشكل مبسط، بحيث ان احنا في الاخر نوصل ان نفهم القصه دهيت، لان القصه دي مهمه جدا ان احنا نفهم السخانات المركزيه، هنتكلم عنها بالتفصيل قدام ان شاء الله، ونفهم الصمامات اللي هي بتركب عليها، وليه احنا بنعمل في السخانات المركزيه اللي هي الصمامات اللي هي خاصه بالموازنه او البالانس فالف، علشان خاطر زي ما بقول لك كده احافظ على المياه السخنه دايما باستمرار موجود عندي في الشبكه، سواء كان الاجهزه القريبه او الاجهزه البعيده عن ايه عن السخان المركزي. من ضمن الصمامات برضو اللي موجودة عندي اللي هي بنسميه صمام العوامة، اللي هو بنستخدمه برضو في الووتر سبلاي سيستم، بنستخدمه مع عمليات الملء والميك اب بتاعت ايه بتاعت التانكات. بنتحكم في اللي هي المية بتاعت التانكات، طبعا ما فيش قصة ان مثلا هعين فني او عين عامل اللي هيبص على المستوى بتاع التانك، قليل يروح فتح الفالف، كتير يروح قافل الفالف، لا ما فيش القصة ديت، لازم تتم بشكل ايه، لازم تتم بشكل اوتوماتيك. فعلشان كده بنروح مركبين اللي هو صمام العوامة، اللي هو شبه الصمام بالظبط اللي هو موجود عندك في الفلاش تانك اللي هو خاص بالدبليو سي. تمام، لما بيحصل ان المستوى بيقل جوه التانك نفسه زي الصورة اللي احنا شايفينها دي كده، بيحصل ان الصمام او الكورة دهيت بتتحكم في لينك معين تخلي الفالف ده يفتح، فبالتالي بيمرر المية يبدأ يعوض الايه النقص اللي هو موجود عند جوه التانك. اول ما بيحصل ان مستوى المية يزيد جوه التانك نفسه، فيبدأ هنا البالونة دهيت او العوامة دهيت ترتفع لأعلى، وبالتالي هنا بيروح قافل معك الفالف ده، فيمنع ايه دخول المياه للتانك ده. ده شكله في الحقيقة. تمام، بيبقى جسمه من النحاس او من الظهر ايا كان بقى على حسب المقاس بتاعه، وبعد كده بتلاقي عندك اللي هي الكورة البلاستيك دهيت، وبيبقى فيه لينك هنا، هو اللينك ده اللي بيتحكم في عملية الغلق وعملية الفتح بتاعت الصمام وفقا لمستوى المياه الموجود عند جوه ايه جوه التانك او جوه اللي هو الريزرفوار اللي احنا ايه بنستخدمه في الووتر سبلاي او بنستخدمه كووتر سورس بتاعنا في المنظومة. في نوع تاني من الفلوت فالف، يبقى ده النوع اللي هو الميكانيكال. في نوع تاني بيبقى الكتريكال، بيبقى هنا ايه صمام عوامة، بيبقى ايه بيبقى كهربي، اللي هو بنسميه الفلوت سويتش. الفلوت سويتش دوت هو عبارة عن بيؤدي نفس الغرض هو بتاع الصمام العوامة اللي هو العادي، بس هنا بيشتغل بإشارة كهربية. تمام، ان هو بيحصل ان لما التانك المستوى بتاع المية اللي فيه بتقل عن حد معين، بيبدأ هنا العوامة دهيت تقفل دايرة كهربية معينة، بحيث ان هي تدي اشارة في الاخر للصمام بتاع السولونويد. الصمام السولونويد ده عبارة عن صمام جيت بيتحرك او بيفتح ويقفل عن طريق اشارة كهربية بحركة مغناطيسية، بيسحب الستيم او بيقفل الدائرة الكهربية فالستيم بيرجع مكانه فبيقفل. تمام، فهنا الفلوت سويتش ده بيبعت اشارة كهربية زي ما بقولك كده، دي الصمام السولونويد ده، فبيفتح
لحد ما بيعوض المية اللي هي نقصت عند جوه التانك. فأول ما بتوصل لمستوى معين يبدأ هنا فلوت سويتش ده يفتح الدائرة، فبالتالي هنا بيخلي ايه، بيخلي الصمام ده يقفل، وبالتالي هنا بيوقف كمية المية اللي هي ايه بتدخل تعمل تعويض للمياه اللي نقصت عندي في التانك. الشكل بتاعه الاساسي لو احنا فتحنا اللي هو الفلوت سويتش ده اللي هو اللي احنا شايفينه ده، او صمام اللي هو الكهربي ده، تمام، هتلاقي ان هو عبارة عن كورة. كورة ده بتبقى من الميتال، بتبقى تقيلة شوية، وبيبقى هنا عندك اللي هو اللينك ده، شايف اللينك ده هو اللي بيقفل او يفتح الدائرة الكهربية اللي هي بتتحكم في الصمام السولونويد. فلما بيحصل ان التانك بيحصل نقص في المياه داخله، فبيخلي الفلوت سويتش ده، شايف انت اتجاهه عامل ازاي، بيخلي الكورة تتحرك لقدام. فلما تتحرك لقدام هنا بيروح ايه، بيروح يوصل دائرة كهربية، فبيخلي الايه الصمام عندك بتاع السولونويد ده يروح فاتح يدخل ايه المياه جوه التانك. طيب الحالة التانية اللي هي عندك خلاص التانك اتملى، يبدأ هنا الكورة دي ترجع مكانها مرة تانية، فبالتالي هنا بتروح فتحة الدائرة الكهربية، وبالتالي بتسمح للصمام ده ان هو ايه، ان هو يقفل، وبالتالي كده ابقى قدرت ان انا اتحكم في كمية المياه او حجم المياه او مستوى المياه جوه التانك بشكل ايه، بشكل اوتوماتيك. تعال نشوف مع بعض كده فيديو توضيحي للقصة بتاعت ايه، بتاعت الفالف ده. بحاول بقدر الامكان اجيب فيديوهات بس عشان اكسر ايه الملل بتاع الشرح يعني ليكم، ويبقى الايضاح بشكل ايه ابسط واسرع يعني. الفلوت سويتش ده مستخدم الغرض تاني اللي هي حاجة اسمها صنبت، هنعرفها بالتفصيل ان شاء الله في الدرين سيستم. لكن هي نفس الوظيفة يعني بتاعت الفلوت سويتش، ان هو بيتحكم زي ما بقوله كده في حجم المياه بتاعت ايه، بتاعت التانك. هو سواء كان بيستخدم للوست ووتر، بيستخدم في الصن بيتس، او بيستخدم في الووتر سبلاي سيستم، هو نفس الوظيفة، هي ان هو بيتحكم في كمية المياه. يعني هو بدل ما هو مثلا هيملى التانك بالنسبة للووتر سبلاي، في الدرينج سيستم لما ندخل فيه بإذن الله هيبقى في حاجة اسمها صن بيت، برضو بنتحكم في تشغيل الطلمبات وفصلها عن طريق اللي هي الفلوت سويتشز دي. في بعد كده صمام تاني اللي هو من ضمن الصمامات اللي بتستخدم في الووتر سبلاي سيستم، اللي هو الـ AAV او اللي هو الاوتوماتيك اير فنت. ايه الاوتوماتيك اير فنت؟ قالك ان دايما اول ما بعمل سيستم جديد، او ان انا بفضي الشبكة وليكن بعمل عملية صيانة شبكة المية جوه المبنى، فبيحل مكان المية ايه؟ هوا. لازم اعمل تفريغ للهوا ده من المنظومة بتاعتي علشان خاطر عدة حاجات. اول حاجة ان انت لو خليت الهواء ده في الشبكة تيجي تملى اللي هي المية دهيت، فبتعمل عملية تخبيط جوه الشبكة نفسها، ممكن تضعف الشبكة، وممكن تؤدي لكسر جوه الشبكة، بتزود من فرص اللي هي الووتر هامرينج وحاجات زي كده. حاجة تانية علشان خاطر الاختبار نفسه بتاع الشبكة، انت
تمام. لما هنتكلم في اخر الشرح باذن الله على قصه الاختبار الهيدروستاتيك اللي هو بيتم للشبكه، ان انت لو موجود عندي هواء في المنظومه بتاعتي فبالتالي هنا بيبوظ الاختبار، فبدل ما انت تبص للسماحيه بتاعت اللي هي الانخفاض في الضغط وليكن مثلا نص بار مثلا، تبص تلاقي ان هو بيوصل 2 و3 بار، يبقى هنا نتيجة اللي هي ان في هواء موجود عندي في الشبكة، والهواء طبعا معروف ان هو كومبريسابل بيحصل له انضغاط، فتبص تلاقي القراءة بتاعت العداد عندك نزلت بشكل كبير جدا، فتدور في الشبكة ما تلاقيش اي تسريب. طب حصل ليه انخفاض في الضغط ده؟ يبقى ده نتيجة للهواء الموجود عندي جوه ايه، جوه الشبكة. الصمام بالشكل الحقيقي اللي هو اللي احنا شايفينه ده راكب على الريازر بتاعت المية، اي رايزر هيغذي اكتر من دور، يبقى هنا لازم نروح مركبين على اللي هو ايه الاوتوماتيك ايرفنت، تمام. ولو هيغذي دور واحد حتى، بس هنا شبكة كبيرة، هنا لازم نروح مركبين اللي هو اوتوماتيك ايرفنت. لو انت شفته بالشكل ده تعال نشوف السكشن بتاعه. ادي السكشن بتاعه اهو، بيوري لك الحركة بتاعته، ان هو بيبقى موجود عندك عوامة من داخل اللي هو الفولف نفسه، هنا بيبقى اللي هو الحتة السودة دي، شافها الحتة السودة دي او اللي هي اللي فوق دي اللي هي مصدية، تمام. هتلاقي ده اللي هو المخرج بتاع ايه، المخرج بتاع الهواء. هنا بيبقى فيه ليفر، بيبقى فيه هنا زي دراع كده، تمام، سبرينج لودد ليفر. لما بيحصل ان الشبكة نفسها فيها هواء، يبدأ هنا الهواء نفسه يخرج من الفولف ده، تمام. هنا الفلوت طبعا نازل لتحت لان ما فيش مية بتزقه لفوق، فهنا الدراع ده هتلاقيه نازل لتحت، فهنا بيسمح لي اللي هو المخرج بتاع الهواء ان هو يبقى مفتوح، بالتالي هنا بيبدأ يسرب الهواء من الفتحة دهيت، تمام. اول ما بيحصل ان المية تبدأ تدخل لي الفالف نفسه، يبقى معناه ان الهواء تم احلاله تماما او تم اخراجه تماما من المنظومة، فبالتالي المية تبدأ هنا ترفع معاك الفلوت فترجع الليفر مكانه، فهنا ما بيحصل ان انا فضيت الشبكة بشكل كامل في الشكل اللي احنا شايفينه ده. خلاص يبقى عندي ايه المنظومة بتاعتي او الشبكة بتاعتي اتملت بالمية، بدليل ان المية ده هي رفعت العوامة وقفلت معي اللي هو المسار بتاع ايه بتاع الهواء. من ضمن برضو الصمامات الموجودة عندي في الووتر سبلاي سيستم اللي هو الهوز بيب، تمام. الهوز بيب دوت هو حنفية خاصة بالغسيل، تمام. دي بتبقى موجودة عندي في الجراشات، وايه بنستخدمها؟ ان احنا بنوصل بيها خرطوم، ممكن نستخدمها في غسيل عربيات، ممكن نستخدمها في غسيل الارضيات بتاعت جراج مثلا معين، او بنستخدمها في الورش بتاعت التصليح وغيرها، تمام. فالهوز بيب دهيت هي عباره عن زي حنفيه عاديه كده اللي هي بتاعت زمان، وبنتحكم في اليد بتاعتها بالغلق او الفتحه او غيره، تمام. وبنوصل بيها الخرطوم، بس قبل ما نوصل الخرطوم مباشره الى الهوز بيب بنركب كده وصله اللي انت شايفها دهيت، اللي هي الوصلة النحاس اللي اتكلمنا عنها قبل كده في الجزء بتاع الجانيتور سينك في المحاضرات الاولانية، تمام. الوصلة دهيت بنسميها ايه؟ بنسميها الفاكيوم بريكر. الفاكيوم بريكر دهيت زي ما قلت كده، زي ما قلنا الوظيفة بتاعتها ان بتبص دايما ان انا الهوز بيب دهيت على مستوى منخفض على الارضية، والخرطوم بتاعها ممكن يبقى مفلوت في الارض، فلو حصل انقطاع مفاجئ للمية ممكن يحصل انعكاس لي او ارتداد عكسي للمية من خلال الخرطوم الى الشبكة النظيفة اللي هي بتاعت البوتابل ووتر. طيب منع عن القصة دهيت وانك تلوث الشبكة بتاعت المية، يبقى هنا بتروح مركب الوصلة بتاعت الفاكيوم بريكر دهيت، يبقى تجنبا للارتداد العكسي او تجنبا ان يحصل انعكاس للمياه داخل اللي هي الشبكة بتاعت ايه، الشبكة بتاعت البوتابل ووتر او الشبكة بتاعت مياه الشرب. من ضمن اللي هي برضو الوصلات او اللي هي الفالفز اللي احنا بنستخدمها في الووتر سبلاي سيستم حاجة اسمها الووتر هامر اريستور. الووتر هامر اريستور او المانع اللي هو مانع الطرق المائي، تمام، ده بنستخدمه في حالة الصمامات اللي هي بيحصل لها غلق سريع. لما بيحصل غلق سريع لصمام معين، فبتبص عندك لو انت عملتها جربتها مثلا في البيت يعني بشكل مباشر، جيت روح تقفل الحنفية بشكل سريع، تمام، ممكن ما تحسهاش للدرجة النتيجة ان انت بتاخد وقت برضو في عملية الغلق، تمام، لكن ممكن تحسها اكتر لو عندك مثلا صمام اللي هو فلاش فالف،
لو رحت مثلا مكان فيه حمامات بابليك تمام وكان موجود عندك فلاش فولف، فلو مش مراكب عندك الووتر هامر الريستور ده بيعمل هامرنج في الشبكة بتاعتك ويعمل اللي هي ما يسمى بالطرق المائي واهتزازات كبيرة جدا، ممكن تؤدي ان اضعف نقطة موجودة عندك في الشبكة تنكسر، ممكن اضعف فيتنج موجودة عندك في اللي هي الشبكة تضرب تمام، نتيجة للي هي اللي تشوك ويف او نتيجة لي اللي هي القصة بتاعت الطرق المائي دهيت، فممكن تبوظ او تعمل فيلير في المنظومة بتاعتك، هنشرحها برضو في بالتفصيل في السلايدات برضو اللي جاي. فهنا قالك ان quick closing valve cause water pressure choke wave causing pipe noise and vibration as well as possible damage. يبقى هنا مش بس ان هو بيسبب اللي هو النويز او تسمع صوت الطرق المائي جوه الشبكة او يعمل vibration تمام، يعمل اللي هي اهتزازات وبالتالي ممكن يخلي الشبكة نفسها تضرب من الكلابسات او تضرب من السبورتس اللي انت مركبها، لا ده ممكن ايه زي ما بقولك كده يدمر ماسورة يدمر فالف حاجات زي كده. والووتر هامر الريستور ابزورب اكسس بريشر، يبقى هنا الوظيفة الاساسية بتاعت الووتر هامر الريستور ده ان هو ايه يستوعب او يمتص او يعمل اخماد لي اللي هي البريشر الزائد ده نتيجة اللي هي الووتر هامرينج ده، and are required near all quick closing valve such as WC with flush valve. يبقى هنا لازم بنركبه عند الاجهزة اللي هي بيحصل فيها غلق سريع للصمام تمام، زي مثلا اللي هو ايه القاعدة اللي هي بيركب لها فلاش فولف. في بعض المدارس التانية بيروح مركبه على معظم الخطوط، يعني ايه يجي مثلا عندك خط مية بارد وخط مية سخن بيغذي مثلا 3-4 احواض، يروح مركب على الخط الرئيسي بتاعهم ووتر هامر الريستور. يجي مثلا تغذية خاصة باليورينال، ده لازم طبعا ان هو راكب عندي فلاش فالف لليورينال، بيروح مركب برضو ووتر هامر الريستور. يجي مثلا للقواعد بيروح برضو مركب اللي هو الووتر هامر الريستور حتى لو كان فلاش تانك، ده في بعض المدارس ان هو بيروح مركب ايه الووتر هامر الريستور على كل الخطوط بتاعته عشان خاطر بس يسيف نفسه. القصة كلها بتاعت الووتر هامر الريستور بالشكل المبسط للاجهزة الصحية بيبقى زي ما انت شايف كده في النص، ده شكله الخارجي بيبقى عبارة عن سبولة كده من النحاس وبيبقى هنا في البودي نفسها بتاعت الفالف. لو احنا خدنا سيكشن فيه فهتبص تلاقي عندك ان هو بيتكون من بيستون، البيستون ده بيبقى قبله في هواء مضغوط تمام، والبيستون ده لما بيجي يحصل اللي هو التشوك ويف او اللي هي الووتر هامر بريشر تمام، الضغط الزائد اللي عندك في الشبكة، فبدل ما يضرب عندك فيتنج او يضرب عندك في الماسورة او غيره، يبقى هنا بيروح زائق معايا البيستون ده يضغط اللي هو الهواء اللي قبله، وبالتالي هنا بيعمل عملية دامبنج اللي هي البريشر او بيخفض من قيمة البريشر. ده صورة برضو الووتر هامر الريستور وهو راكب لي اللي هو الحوض تمام بالشكل ده تمام. يمكن الاحواض اللي هي بتشتغل بالفوتوسيل اللي هي بيبقى فيها برضو غلق وفتح سريع، ده ممكن بيستلزم ان انا اركب اللي هو الووتر هامر الريستور. تعال نشوف كده مع بعض فيديو بيوضح لي فكرة اللي هي الووتر هامرينج تمام، وبعض الوسائل التانية اللي هي بتستخدم بقى على السكيل الكبير، يعني الفالف ده هو بيستخدم على السكيل الصغير اللي هو بالنسبة للأجهزة الصحية، لكن لو عندنا خط بقى كبير خط بتاع مية كبير بقى هنشوف ايه اللي بيحصل فيه. Fluids travel naturally at a given pressure and rate until a change in their flow happens. These changes occur when a pump starts or stops. دي لمبة بتغذي مثلا شبكة بتاعت مدينة او خط كبير جدا بتاع مية. تعالى يحصل غلق بقى ايه للطلمبة دهيت، كهرباء قطعت اي سبب من الاسباب، اللي تشك اللي بعد الطلمبة بقى هيروح قافل. Without the pump, the fluid flow now reverses direction and picks up speed until the vapor created by the column separation almost instantly collapses. The check valve closes after the vapor is dissipated due to the increased reverse flow pressure from the long length of piping. The fluid pressure created now builds in the long length of piping due to both the vapor collapse and the check valve closing.
ليه الفالف مقفول وليه التشيك مقفول، المية تروح فين بالضغط الزايد اللي فيها، تروح ايه ضرب عندك اللي هو القلبه اللي انت شايفه ده. The closing of the valve also can create pressure transients in the piping. As the water flows normally, a gate valve is shut a long distance away from the pump. The pump continues to run against the closed valve. The sudden closure of the valve, together with the momentum of the fluid column, and overstressed the material failure, the pump continues to run. الحالة الثانية ان انت قفلت الفالف نفسه اللي هو على خط الرئيس. تجنبا للقصة ديت بيركب حاجة اسمها سيرج تانك، وده بيركب للي هي الشبكات الكبيرة مش على السكيل الصغير بتاعنا اللي هو الفيكسشر. This shock absorber effect protects the piping and its components. The initial startup of the pump supplies fluid to the destination, also filling one third of the tank with fluid. شايف السيرج تانك ده بيبقى عباره عن بلادر بالونه كده، لو انت قفلت الفالف هيحصل زياده في الضغط، هتروح فين؟ تروح ضغط معايا اللي هو ايه البلادر ده، فبيحمي معايا الشبكه ان هي ما يحصلهاش انفجار او يحصل فيها until the fluid energy has returned to a static state. أما بالنسبة للسكيل الصغير بتاعنا اللي هو الفيكسشر بتاعتنا، فبيبقى عندي اللي هو ايه الصمام بتاع الووتر هامر اريستور ده اهو، هنشوف انيميشن توضيح ليه. ادي البيستون اهو، وفي هنا بيبقى هواء مشحون قبله، لما بيحصل حركة للميه اهو قفلت قفل سريع، فتبص تلاقي عندك الزيادة في الضغط ده بتدفع البيستون لفوق، وبالتالي هنا بيحافظ برضو على الشبكة ان هي ميحصلش فيها اي فيلير. بشكل اوضح برضو نوضح فكرة الووتر هامر الريستور والفكرة بتاعته، ان لما بيبقى هنا عندي اللي هو المصدر بتاع المياه اللي هو بنسميه الووتر سبلاي رايزر، تمام، وادي هو الخط بتاع ايه الميه في الوضع اللي هو النورمال، الفلو نفسه متحرك بالشكل ده، وعندي اللي هو الصمام ده مفتوح. جيت انت رحت عملت قفل سريع للفالف ده، فنتيجه لكده انت قفلت قصاد هجوم جاي من الفلو اللي هو جاي بتاع ايه الحركه بتاعت الميه اللي جايه من الرايزر، جيت رحت قفل البوابه على طول قصاده، هيحصل ايه؟ هيحصل تكون لحاجه اسمها صدمه للتشوك، نتيجه لعمل ان انت عملت في الفالف ايه حاجه اسمها كويك كلوجر اللي هي غلق سريع للفالف نفسه. التشوك ده هي بتبدا تتحرك ويحصل لها تعاظم، تبدا تكبر نتيجه للحركه بتاعتها من الفالف للرايزر، يحصل ارتداد عكسي من الرايزر مره تانية للفالف، فهنا بيزود معاك الكميات الكبيره من الضغط لحد ما بيوصل ممكن لضغط يقدر ان هو يعمل فيلير في الشبكه بتاعتك، او ان هو يطير لك الصمام، او يطير لك، او ان هو يكسر اضعف نقطه موجوده عندي في الشبكه. تجنبا للقصه ديت على السكيل الصغير زي ما بكلمك كده جوه المبنى، يبقى بستخدم اللي هو الووتر هامر الريستور على السكيل الكبير في الشبكات الكبيره اللي هي بتاعه الانفرا او التغذيه بتاعه المياه على الخطوط الكبيره، بنركب حاجه ما تسمى اللي هي السيرج تانك. الووتر هامر الريستور ده بنركبه فين، او بنركب كام واحد وبنركبه فين؟ قالك هنا بتشوف عندك الاجهزه الصحيه بتاعتك، لو كان عندك ابعد جهاز يبعد عن الرايزر او عن الماسوره الرئيسيه بتاعته مسافه اقل من 20 قدم اي ما تعادل 6 متر تقريبا، يبقى بنروح مركبين ووتر هامر الريستور ما بين ابعد جهازين. طب لو حصل ان الابعد جهاز ده يبعد عن الرايزر مسافه اكتر من 20 قدم، يبقى في الحاله ديت بركب 2 ووتر هامر الريستور، واحد ما بين اخر جهازين وواحد في المنتصف، تمام. طيب الووتر هامر الريستور ده هل ليه مقاس معين؟ في فعلا في منه 3 مقاسات اللي هو النص بوصه والثلاث ارباع، وفي منه اللي هو الواحد بوصه.
بيتعرف الووتر هامر الريستور بحروف اللي هي AA أو A أو B أو C أو D أو E أو F. كل حرف من الحروف ديت اللي هي موجود عندي في ستاندرد اللي هو بنسميه BDI ستاندرد اللي هو Plumbing and Drainage Institute, ودي عبارة عن منظمة أمريكية كده مطلعة ستاندرد خاص ببعض الحاجات اللي هي خاصة بالبلومينج, تمام. فالحروف ديت بتترجم إلى إيه؟ إلى مقاس بتاع إيه؟ الووتر هامر الريستور. القيمة نفسها أو الحرف نفسه أو المقاس نفسه بتاع اللي هو الووتر هامر الريستور ده بيتوقف على اللي هي حاجة اسمها فيكسشر يونت خاصة بالأجهزة الصحية اللي بيركب عليها. ايه قصة الفيكسشر يونت ديت؟ هنعرفها قدام, لكن مؤقتا كده كتعريف بسيط. الفيكسشر يونت بتعبر عن كمية الاستهلاك الخاصة بالجهاز من المياه, يبقى بيعبر عن كمية الاستهلاك الخاصة بالجهاز من المياه. كل ما بيزيد الرقم بتاع الفيكسشر يونت كل ما كان استهلاك الجهاز للمياه بيبقى اكبر, تمام. فكل جهاز من الاجهزه الصحيه سواء كان ليفاتوري سواء كان دبليو سي او يورينال او شاور او غيره بيبقى له رقم معين هنعرفه من خلال الكود بتاع الاي بي سي, تمام. الرقم ده بيعبر عن اللي هو ايه الفيكسشر يونت او الووتر سبلاي فيكسشر يونت. الووتر سبلاي فيكسشر يونت بعد كده بيدخل على جداول تانية اللي هي بيتحوله لجي بي ام, فبتدينا كمية الاستهلاك الحقيقية الخاصة بالأجهزة. فبالتالي هنا بشوف عندي الأجهزة دهيت كل الجهاز من الأجهزة دهيت كم فيكسشر يونت بتاعته, وبجمعهم وبشوف التوتال بتاعها قد ايه, وعلى أساسها بحدد أو بشوف الرقم المقابل ليها. يعني لو مثلا جمعت الأجهزة دهيت فلقيتها مثلا ان هي 10 فيكسشر يونت, يبقى بالتالي هنا المقاس بتاع الووتر هامر الريستور اللي انا هركبه ايه؟ هركبه اللي هو ايه. ليه؟ لان العشرة دي وقعت ما بين الواحد والحداشر, يبقى هنا المقاس ايه دهوت اللي هو يعادل كام؟ يعادل نص بوصة. وهكذا بقدر اعمل سايزنج اللي هو ايه الووتر هامر الريستور. بعد كده بيبقى في حاجة اسمها ثيرموستاتيك ميكسينج فالف, يعني دي ممكن نختتم بيها بإذن الله, وبعد كده ان شاء الله المحاضرة اللي جاية نكمل عشان بس ما نطولش عليكم, عشان بس الناس ما تملش من المعلومات الكثير اللي هي بناخدها, لا بحيث ان هي تبقى ايه واحده واحده كده ان شاء الله. الثيرموستاتيك ميكسينج فالف يبقى من اسمه كده ان هو عباره عن صمام خلط حراري, بمعنى ان هو الصمام ده بيعمل خلط ما بين المياه البارده والمياه السخنه بحيث ان هو يحصل في الاخر على درجه حراره من المياه مناسبه. بتقدر من خلال اللي هو اليد بتاعته انك تعمل ادجستنج لكمية الحرارة او درجة الحرارة اللي انت عايز توصلها في الاخر. ليه؟ لان انت مثلا لو عندك اطفال صغيرة, تمام, في مدرسة او اطفال صغيرة في حضانة او حتى في البيت, جم مرة واحدة كده راحوا مشغلين اللي هو ايه المية السخنة, يجي يحط ايده تتحرق على طول. طيب للامان يبقى هنا بروح مركب اللي هو ايه الثيرموستاتيك ميكسينج فالف. على فكره الفالف ده برضو بيبقى سعره الى حد كبير غالي, وفي ناس كتير بتتجنب ان هي تستخدمه بسبب اللي هو الكوست بتاعته مش اكتر يعني. فالقصه كلها ان هو الميكسينج فالف ده بيروح مدخل عليه خطين, خط بتاع ميه بارده وخط بتاع ميه سخنه, بيحصل في الاخر على درجه حراره معادله, تمام, وليكن مثلا عند درجه حراره 38 هي دي الخارج بتاعت ايه ميكسينج فالف. فتلاقي مثلا عندك وليكن مثلا ادي اهو حوض, تمام, عندك اللي هو خط البارد اهو, وعندك اسف ده الخط السخن وده اللي هو الخط اللي هو البارد. فتبص تلاقي عندك الخط البارد خلاص هو موصله باللاين البارد, ويجي هنا عند اللي هو الخط ايه السخن نروح مبدله ايه ومركب عليه اللي هو الميكسينج فالف, فبيحصل على مية بدرجة حرارة مظبطة هو عن طريق اللي هو اليد ديت, تمام, يبقى تجنبا للي هي عمليات الحروق اللي بتحصل نتيجة للمية السخنة الفجائية اللي ممكن توجد عندي. كذلك ممكن لو بستخدمه في اماكن بابليك وليكن مثلا في جيم, فانا عايز احافظ على درجة حرارة معينة لكل الشاورز الموجود عندي, يبقى هنا برضو بروح مركب ميكسينج فالف. يبقى الميكسينج فالف ده او الثيرموستاتيك ميكسينج فالف ممكن يركب لجهاز واحد وممكن يركب لاكتر من جهاز, تمام, فبتركب واحد سنترال وبتوصل عليه اكتر من جهاز, ما فيش اي مشكلة في ده. وده برضو موجود عندك في الكتالوجات بتاعت الواتس, تمام, ودي من الشركات الكبيرة جدا في السيستمز او في الاجهزة الخاصة بالبلومنج.
تعال نشوف مع بعض الفكرة بتاعت اللي هي السيرموستاتيك ميكسينج فولف ده، وده اللي هو بإذن الله نختم بمحاضرتنا المرة. الترميتر ده بيكس اهو. كاراما would like to introduce their thermostatic mixing valve. The TMV20 is suitable for hospitals, aged care and childcare centers where safety and water temperature control are paramount. Located between the hot water supply and plumbing fixtures, it regulates water temperatures to prevent scalding, providing protection against thermal shock. Caroma's TMV20 can service multiple outlets simultaneously and is ideal for hospital and aged care on-sites. The TMV20 is regulating the flow of hot and cold water, ensuring constant supply of mixed water at a specified temperature. Water flow is controlled by a thermostatic element that responds to temperature changes, expanding and contracting rapidly. This allows precise amounts of hot or cold water into the mixing chamber. If the water is too hot, the valve reduces hot water flow and increases cold water to maintain a specified outlet water temperature. موازنة ما بين المية الباردة والمية السخنة اللي بتدخل على حسب درجة الحرارة اللي انت ايه محتاجها. Fails, the valve will automatically shut off all flow to the outlet, eliminating any risk to users. The valve's design has been optimized to deliver high water volumes, allowing it to service multiple outlets consistently. If servicing is required, a unique removable cartridge system makes any maintenance quick and easy. Caroma's TMV20 features an anti-scaling coating for durability in hard water conditions. Its core range features four configurations, allowing maximum flexibility and speed during installation. A complete stainless steel housing unit is available, with either a hinged door or a removable door, both with a lock for added security. All units are suitable for either concealed or exposed wall mounting. Or the valve can be purchased as a standalone product. For serviceability, a comprehensive spare parts offer ensures Caroma is your trusted brand for a total solutions package. The Caroma TMV20. Functionality and reliability. فيديو أكثر من رائع بصراحة. الأنيميشن بتاعه معمول بشكل كبير جدا. وده بإذن الله يكون الحاجة الختامية اللي نختم بيها. وبإذن الله المرة الجاية إن شاء الله هنتعرف على حاجة اسمها disinfection، اللي هي عملية التطهير الخاصة بالشبكة بتاعت المياه، وهنكمل باقي اللي هي الكومبوننت بتاعت الووتر سبلاي. هندخل في الطلمبات وهندخل في التوصيلات المختلفة بتاعتها والبرفورمانس وحاجات زي كده. وبعد كده بإذن الله هندي برضو جزء عن اللي هي الووتر هيترز المرة الجاية، ونعرف أنواعها المختلفة واستخداماتها. تمام، بقدر الإمكان يعني هنحاول إن شاء الله نشرح كل حاجة بالتفصيل، بحيث إن احنا لما نيجي ندخل نربط بقى الكومبوننت دي كلها مع بعض، بحيث إن احنا نكون شبكة، يبقى في الآخر إيه، تبقى أنت فاهم كل جزء من الأجزاء ديت إيه وظيفته وبيشتغل إزاي. وده بيسهل عليك بشكل كبير جدا لما تيجي توصف في المشروع عندك حاجة معينة، يبقى بتوصفها بشكل دقيق وبشكل مباشر، وتبقى فاهم القصة ديت اكتر منك حافظ ان هي بيتحط كذا او كذا او كذا. لا، احنا عايزين نبقى فاهمين السيستم اللي احنا بنحطه ده بنحطه على اساس ايه، كل جزء من الاجزاء اللي احنا بنحطها في المنظومة بتاعتنا ليها غرض معين. ما ينفعش نحط حاجة كده ونقول ان هي بيعملوها كده وخلاص، لا ما ينفعش، مش عايزين ايه نمشي بالاسلوب. استودعكم الله، اشوفكم بإذن الله في محاضرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.